هنعمل حاجة عظمة باتنين جنيه ونص، زي ما بقولك كده باتنين جنيه ونص. هتجيب باكو نسكافيه يوني كافيه باتنين جنيه ونص، وعلى فكرة ده بديل نسكافيه بلاك. بعد كده هتجيب ازازة وتحط حبة مية، بعد كده هتفضي النسكافيه، بعد كده هتحط سكر زي ما انتوا حابين، انا عن نفسي حطيت معلقتين. بعد كده بقى تقفل الازازة وتفضل ترج لحد زي ما انتوا شايفين الشكل يوصل معانا لكده. بعد كده هتجيب كوباية وتحط تلج، بعد كده هتجيب نص كوباية حليب، تحط نص كوباية الحليب، بعد كده بقى تحط النسكافيه. يعني مشروب الصراحة شكله عظمة. هنشرب بقى بسم الله. الصراحة مشروب خطير، ينفع للصيف وكمان ينفع للمذاكرة. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.